السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. صباح الخير للجميع، ان شاء الله راكم كامل لاباس. في فيديو اليوم راح نجاوبكم على لي كيسيون تاعكم اللي ما جاوبتش عليهم في الانستغرام. هالو ايفريوان، معكم باك افيك دكتور عشر، واللي هي انا اختها. نبدا بالسؤال الاول، لماذا اخترتي الطب؟ انا لولا ولادي. معليش نبدا انا. انا نظن انه مش انا اللي خيرت الطب، انما هو اللي خيرني، لاني كنت من الصغر يعني حابه نكون طبيبه. يعني كي يسقسوني واش كي حابه تكوني ونقول طبيبه، يعني نقولها من قلبي. وحتى كان عندي ميول هكا للطب، نشفى في القايله كي يكونوا الدراري راقدين، انا نجيب قرعه خيط مقص هكذا لا، ونلعب كي شغل دور الطبيبه، هي مريضه وانا اللي نداوي فيها. ايه صح، هي من بكري شغل عندها هذاك الضمير الانساني اللي تحب تعاون العباد يدوس، ما كانت من بكري تصح لها طبيبه. يعني بيرفكت دوك مازالت يعني انا على العكس، انا ما كنتش هكا كومبليتمون، ما كانش عندي ميول كومبليتمون للميديسين. من بعد هكا مع الوقت وكل شيء وكل شيء بديت نوالف. مي مع الاول انا كنت نحب نعدي طيران، باسكو كنت نشوف هكا خدمه مميزه وما كانش بزاف اللي يفوتوا فيها. لكن داك بعد ما فوت ميسين اقتنعت، صراحه اقتنعت بها. يعني صح، هي باقا دراسه، لكن يعني هي في الحقيقه هي العائله اللي ما حبتلهاش على طيران، ومن بعد دخلت انا في راسها ديري طب ديري طب مليح ديري طب، ومن بعد خيرت. لكن انا عجبك. ايه القرايه صعيبه تومي، مع الوقت توالفي تولي تشوفيها عادي. ايه فوالا. السؤال الثاني، هل الطب يغير من شخصيتك ويحرمك من هواياتك؟ نو، الطب ما يغيرش من شخصيتك بتاتا، انت تحكمي في شخصيتك، خاصه اذا كنتي تفصلي بين حياتك العمليه والدراسيه وبين حياتك الخاصه، مثلا انت كيف عايشه يدو. اما هواياتك هي حاجه متعلقه بتنظيم الوقت، لازم تتعلمي تنظمي وقتك كما انت حابه. كما بالك انها فيها 24 ساعه تقدري ديري فيها كل شيء، مستحيل تحكمي 24 ساعه تقرايها برك، سو تقدري ديري هواياتك كما تحبي. مثلا حتى انسان مثلا يحب الرسم، مثلا هوايته الرسم، يقدر مثلا يدخلها في قرايتو ويولي يحفظ بليشيما وكذا، وهكا تخلط بيناتهم. ما تحرمك من هواياتك؟ لا ما حرمنيش منها بتاتا، بالعكس شخصيتك، بالعكس اكتشفت جوانب مليحه من شخصيتي بفضل الميديسين. وهل الميديسين يعني اثر على شخصيتك، على تعاملك مع الناس وحياتك الشخصيه؟ يعني لا ما اثرش عليا، باسكو انا كلشي وحده، شغل قرايتي وحياتي وحدها. اي مثلا هكا كل حاجه وحدها، حياتي خاصه وحدها. وانتيا؟ انا بالنسبه لي الطب غيرني بزاف. اول حاجه باش قريت الطب رحت الولايه بعيده عن دارنا، ثم هكا تعلمت نعتمد على نفسي ونتحمل مسؤولياتي. وثاني يعني الجامعه كجامعه تلاقي فيها بزاف عباد من ولايات يعني مختلفه، عندهم افكار يعني مختلفه، راح تهزي بزاف بزاف. وثاني يعني الطب كتخصص غير فيا بزاف، لاني واحده من الناس نتاثر بال يعني سواء بالليكور اللي نقراهم، يعني الدروس اللي نقراهم، او المرضى اللي نشوفهم في المستشفى. يعني من كل مريض نحس روحي نهز عبره ونخدم بها في حياتي. اي صح، خاصه انه شغل في الدومين هذا ميديكال نقابلوا بزاف حالات، بزاف شخصيات وبزاف حكايات. شغل ربي يشفي جميع المؤمنين ان شاء الله. اما الهوايات يعني هو مش يحرمك من هواياتك، لكن روتينك يعني بشكل عام راح تبدلي، لانه راح تخصي وقت اكبر للدراسه. وثاني انا واحده من الناس يعني الميول تاعي اختلف قبل يعني كي كنت في مرحله المتوسط والثانوي، كنت نحب نكتب الخواطر والشعر يعني وحاجات كما هكا. مي درك لا مازلت نطالع وكلش، مي راح لي هذاك الميول تاع نكتب شعر وخواطر. لا تبدلوا هواياتها مع الوقت. سو السؤال الاخير راح نسقسيك، واش رايك في تكوين الطبيب هنا في الجزائر؟ اسكو صح كما راهم يقولوا بلي حنا الاطباء تاع الجزائر ماناش مكونين وماناش نعرفوا طبيب اجنبي خير علينا ويفهموا خير علينا؟ يعني شخصيا نظن انه تكوين الطبيب الجزائري ما خصو والو، يعني مليح. وكذلك يعني دراسة الطب يعني والمنهاج كافي وشامل، يعني كاين دروس على مختلف الأمراض واللي مقسمة على حسب السبع سنوات. وثاني نظن أنه عندنا فئات بزاف يعني اللي تجتهد وكلش، يبقى الفرق وين؟ يبقى الفرق في الإمكانيات. يعني خلال الدروس نشوفوا حاجات وكي نجيو باش نبراتيكيوهم، يعني باش نطبقوهم ما نلقاوهمش.
هي صح، لكن حيت التكوين كون جا، يعني حبيت نهضر مولا حتى برك، كون جا الطبيب في الجزائر ما مش مكون، كون مشهد الدلاله يديروا لهم مسابقات، و1200 طبيب كامل تاع الجزائر داوهم في الخارج. ثاني عندي مواصلات مع عباد في الخارج، انه الدروس العناوين العناصر اللي تكون من هذا كل شيء فوتوكوبي على تاع الجزائر، يعني تفهمي هنا باللي قرايتنا اي نفسها الفرق في التطبيق. اي بقى نقص في الامكانيات يعطل الطبيب يعني الجزائري عموما، وخاصه يعني في المستشفيات تاع المدن يعني النائيه ويعني ولايات الجنوب يعني بشكل خاص. نتمنى انه في المستقبل يكون هناك تحسين من قبل الدوله والسلطات المعنيه في هذا الامر. الان ننهي الفيديو ديالنا، ان شاء الله نكونوا جاوبناكم على الاسئله اللي سالتمونا، وشكرا لكم على المتابعه. ما تنساوش تتابعونا على قناتنا في اليوتيوب والانستغرام، هي باك افيك دكتور اشار، وراهي تعاون لي ستوديون اون باكالوريا، وانا دكتور اشار. سو نستودعكم في رعايه الله وحفظه، تهلاو في روحكم وصحه رمضانكم.